الانطلاقة فتحت البوابات على بركة الله لاندفاعة هذه الأسماء المتنافسة. لدينا 14 اسما وأربعة عشر خيالا متمرنا يتنافسون في هذا الشوط على مسافة 1600 متر. مسافة الميل الانطلاقة تبدأ مع الباش من المسار الداخلي للمركز الأول. هنا نتابع إرسال في هذه الصورة تحديدا مع إياد طريسي صاحب الانتصارات الثمانية في سجل السباق. إياد الطريسي ذو 17 عاما. نتابع أيضا من المسار الخارجي قدوم للغالي فهد للمركز الثاني من المسار الخارجي. ونتابع أيضا خرافي في المركز الرابع. ونتابع الباشا الآن يتقدم للمركز الثاني. تغير سريع في المراكز متابعينا الكرام، بينما الباش هنا يأتي من جديد. إرسال يقود هذا الشوط ابن فيرست ديفنس، يقود هذا الشوط وبقوة، فيما خرافي قادم في المركز الثاني الآن تحديدا في المركز الثاني مع هذه الاندفاع السريعة. خرافي من المسار الخارجي وبداية الخط المستقيم، خرافي مع تركي العوفي ما شاء الله تبارك الله، فيما القدوم من الغالي فهد من المسار الخارجي. وهناك أيضا من المسار الداخلي لدينا العيون فيصل ومنافسة قوية ما بين هذه الأسماء. متابعين الكرام نتابع المنافسة الكبيرة، المنافسة القوية، الغالي فهد من المسار الخارجي، وأيضا الدخول يأتي من قبل من فيصل من المسار الخارجي. من فيصل بقوة، من فيصل بقوة، إذا على خط النهاية يا من فيصل ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وهذه النتيجة الذي يقدمها من فيصل. على ما يبدو على خط النهاية هو من وصل أولا بدقيقة و42 ثانية و57 جزءا من الثانية. هذا هو وقت الفائز.